حنا من البلاد، حنا مولودين هنا وجدودنا هنا ووالدينا هنا وساكنين هنا، وكيخرجونا من البلاد، باغيين يخرجونا من البلاد. حنا راه زياده وخلوق هنا، والدين ولادنا هنا وجدودنا هنا وحبابنا هنا، كلشي حنا هنا. ودركا كيضربوا وحيدوا لنا الارض ديالنا، كيحيدوا لنا الارض ديالنا. عاش الملك، عاش الملك. حنا سيدي مزيودين هنايا فهاد سيد المختار، وبغا يخرجونا من البلاد ديالنا. كيقولوا لنا، قالوا لنا ما عندكمش حق، قصوا هنا، وقالوا لنا خاصكم تمشوا اللي يمشي قبيله يمشي ليها، وحنايا تزادينا هنا وجدودنا هنا ووالدينا وداك الشيء، وما بيخرجونا من هنايا صحا. انا اسمي علي بن البشير بن محمد بن سعيد، زيد في سيدي المختار في 39 1939، واليوم لقينا هاد الناس كيقسيونا من ذوي الحقوق. ذوي الحقوق يعني الا جينا نبحثوا كنلقانا اكبر قبل منهم في هاد البلاد. ايوا المهم، منعونا من الشواهد، هاد الجماعه السلاليه منعتنا من الشواهد الاداريه، وتتقول لنا انتم ماشي مذوي الحقوق. وعلى كل حال حنايا ضرونا قلوبنا وولادنا تغيروا، وعندنا بينا نمشوا نرحلوا لشي بلاد اخرى ثاني، ولا ما نعرف واش نديروا، الاقتصاد ديالنا والمحلات ديالنا وكل شيء بينا نبيعوا، غا هذا الشيء نبيعوا ونقوا هذه البلاد، ما كاينش اللي يعطينا فيها فرانك والو. الكتبه ما يمشي يكتبوا لك، الشواهد الاداريه ما باش يعطوهم لك. نعني هاد الناس قصحوا قلوبهم علينا وبغوا يضرونا، ما نعرف شنو بيورتونا ولا ما نعرف شنو طال، والله ما عرفناش. والله الا ضيامنا ضمنا بزاف، لانه الانسان يولي هو الاول في البلاد، ويولي اسيدي كيف تشوهما على الاصل. لهنا ديك المعاشي، ديك الكنيه ديال المعاشي، قال لك راه شيضمي، لانه المعاشات كاين في الشيضمة، ولكن حنا زدنا هنا. هشام الزي، رئيس جمعيه انصاف لتنميه الاراضي السلاليه. هذه الوقفه تاع اليوم تاتي استمرارا لمجموعه من الوقفات الاسبوعيه التي ننظمها داخل المنطقه وامام مقر قياده سيدي المختار بصفتها الجهه الوصيه على الجماعه النيابيه. الجماعه كيف ما قلت، النقطه التي افادت الكاس هو ان هذه الجماعه النيابيه اصبحت تستعمل قوانين خاصه بها، قوانين عنصريه خارج عن المنطقه الاعراف والقوانين، تصنف الرعاية صاحب جلم داخل المنطقه بانك انت حمري وانت شيضمي وانت عبدي وانت دكالي، وبالتالي هذه اوصاف عنصريه غير 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 متواجده في اي قانون وفي اي عرف. والنقطه المساله الاخرى والنقطه الاخيره التي افادت الكاس هي ان الجماعه النيابيه لا تعترف بوصولات المينورسو. هذه المنطقة هو تمثلات القبائل، هذه المنطقة هي امتداد لقبيلة واحدة هي أصلية، هي قبيلة أبناء بسباع. المنطقة كلها مرت من برنامج تحديد الهوية، برنامج تحديد الهوية حدد واعترف بشكل رسمي بهوية ونسب أبناء هذه المنطقة. هذه الجماعة النيابية لا تعترف بهذه الوصولات الوطنية الرسمية، وبالتالي اعتبرناها ضرب في القضية الوطنية وضرب القضية الوطنية في مقتل، واعتبرنا هذه الجماعة النيابية خارج الأعراف وخارج القوانين، وبالتالي وجب على عامل الإقليمي أن يتحرك ويعطي موقف رسمي يحفظ ماء وجه الدولة ويحفظ ماء وجه المواطنين. واش كاينين، واش غتجروا شي مراحل اللي هي التصعيد ديال الاخوه؟ دابا كيقرروا بان المعركه النضاليه خصها تنتقل لامام مقر العماله بالاقليم، لكي لان الجماعه النيابيه اصبحت توجهها واضح من ناحيه تصنيف الناس ومن ناحيه القضيه الوطنيه وموقفها من القضيه الوطنيه، وبالتالي المعركه الان يجب ان تكون امام مقر العماله، ويجب على عامل الاقليم بان يتحمل المسؤوليه وان يخرج عن صمته وان يقول كلمه الفيصل في هذه النزيله وفي الضرب بالقضيه الوطنيه بالمنطقه. ونداؤنا دائما يتكرر للسيد العامل بان يفتح باب الحوار وان يضع النقطه على الحروف بخصوص هذه الجماعه النيابيه. جماعه النيابيه بجماعه السيد المختار اصبحت جماعه نيابيه خارج القوانين وخارج الاعراف، وبالتالي وجب تغييرها، وجب تعيين جماعه نيابيه تستجيب للورش الملكي، قادره على تنزيل الورش الملكي السامي، وقادره على تمثيليه جميع الخليط المجتمعي وجميع التمثيلات القبائليه بالمنطقه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.